3 of the QBF League playoff between Al Garofalo, excuse me, between Al Saad and Al Araby. Each team has won one game in the best of three series. Tonight's winner will move on to the final to meet Al Shamal for the QBF League Championship. Al Saad is in white and Araby is in the dark color or the red color. 5 players for Al Saad, 34 totage, 12 audios. Number 4, Mustafa Fuda. Abu Issa, number 7, and Devin Green, number 21. 5 players for Araby as normal will be Galloway, 23, Abu Issa, 20, Suleiman, number لم ينجح في احراز الرمية الاولى. وشايفين ويليام بيحييه وبيشجعه. 10 دقائق للفترة الاولى. لم ينجح عمر سيك في الرمية الثانية ايضا. وهجوم من مصطفى. باص 2 محاولة للدخول ولكن الكيك اوت والتمريرة انسايد مرة تانية وباسكت تاني لنادي السد الأوروس اللاعب رقم 12 في صفوف نادي السد 4-0 لنادي السد ومحاولة عمر سك للوصول للباسكت والتسجيل ولكن الريباوند للسد وهجمة ومحاولة والكيك اوت والباص والفاول والشوط الفاول عفوا برافو ميروسلاف ينجح في الحصول على رميتين حرتين وخطأ شخصي اول على اللاعب خالد سليمان وينجح ميروسلاف في احراز الرميه الاولى ليصبح 5-0 لنادي السد مباراه هنشوف فيها كتير مع بعض ينجح ايضا في احراز الرميه الثانيه برافو ميروسلاف 6-0 لصالح نادي السد وهجمه عربويه توصل عند ويليام وتمريره مره ثانيه لخالد والستار من عمر سيك ومحاولة وصافرة الخطأ الشخصي شايفين حكمنا بيقول فاول على ميروسلاف خطأ شخصي أول على ميروسلاف فعلا يستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي ولونج باس لتاليا والتصويبة الثلاثية لم ينجح والريباوند ميروسلاف
باص ومحاولة وتمريرة، محاولة بنتريشن والميديم شوت، ولكن لم يوفق لاعب نادي السد ديفن رقم 21، ومحاولة من النادي العربي بيحاول يلعب على الانسايد لكن ميديم شوت انسايد، اي نعم بس كان بيحاول يوصل للسلة خالد سليمان وينجح في احراز الباسكت الاول لنادي العربي، وميديم شوت مقابل ميديم شوت، ولا حد احسن من حد من ديفن لاعب نادي هجمة عربوية، محاولات والبحث عن الثغرات، ويوصل فعلا وينجح في احراز النقطتين. برافو خالد سليمان، 8-4 النادي العربي. مصطفى عصام لميروسلاف وبنتريشن واختراق ناجح من ميروسلاف، ويسجل سلة جميلة سهلة. فيها ورق عايزه انا مش عارف. محاولة ويوصل تالا لكن لم يوفق في احراز النقطتين، وعشر اربعة يصبح ثلاثية 13-4 لنادي السد، نقطتين ثلاث نقاط جمال جدا من أرس لاعب رقم 12 في صفوف نادي السد، يسجل ثلاث نقاط في وقت جميل قبل الوقت المستقطع اللي يطلبه كوتش مانوس المدير الفني لنادي السد. بالتوفيق لكل الفريقين والكوتش مانوس وكوتش حاتم مملوك المدير الفني للنادي العربي. نروح لكباتنا ونسمع التوجيهات ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. عودة أعزائي المشاهدين في كل مكان متابعي قناة الاتحاد القطري لكرة السلة، قبل نهائي ناري ما بين النادي العربي ونادي السد، وتقدم وتفوق لنادي السد حتى الآن، وعمر سيك يسجل نقطتين ويقلص الفارق 13 السد 8 العربي. محاولات من مصطفى والباص لدروس إيروس لميروسلاف ملك الثلاثيات، لم يوفق ولكن مرة وهيسخن إيديه ويشتغل مدفع ثلاثيات ميروسلاف البيج جاي في نادي السد. محاولة للوصول من النادي العربي للاعب كيفن لكن تيرن أوفر جيد من نادي السد، ومنتظر وبيحاول 1-on-1 والكيك اوت والفيك شوت وميديم شوت لكن لم يوفق. هيروس عمر سيك في الوصول والريباوند مرة تانية لكن الحظ لم يحالف لاعب النادي العربي. ريباوند عربوي، ما زالت الكرة عربوية، والتصويبة الثلاثية
لم يوفق ومحاولة تنتهي بالأوت لصالح النادي السد. مصطفى مرة تانية محاولات والبحث عن الثغرات، وأمير السلاف قلت لحضراتكم مدفع ثلاثيات في صفوف نادي السد، البيج جاي في نادي السد يستطيع إحراز الثلاثيات والريباوند والدنكات من أسفل السلة. لاعب رائع مميز أمير السلاف، أوت لصالح النادي العربي. 16 السد العربي 6. خطأ شخصي تاني على مصطفى عصام فودة. كيفن وإدخال الكرة، محاولة والكيك أوت والوصول للسلة بنجاح، برافو، ينجح ويليام وأسيست رائع وسرعة في الباص والتمريرات من النادي العربي، يوصل لسلة السد بسهولة والتسجيل. بقول لحضراتكم مباراة نارية، 16-8 فرق دبل سكور، ولكن لسه في المباراة كتير، وعالم كرة السلة معروف بالثانية وصفارة الحكم نعرف النتيجة. محاولة من العربي للوصول ولكن كان بيدور على الفاول. كيفن شايفين تغيير، كوتش مانوس بيطلبوا بتغيير مصطفى ونزول بديلا عنه ناصر لاعب رقم 42. إيروس والمحاولة والوصول والتصويب، وينجح إيروس في تسجيل نقطتين بسهولة ورشاقة وسرعة، خبرة كبيرة. تالا توصل للثلاثية لكن لم يوفق خالد. ريباوند سداوي وبداية الهجمة مع إيروس وناصر، والبلوك شوت بلوك دانك جميل، هجوم رائع والدفاع ولا اروع، الاثنين متعونا في الكره اللي فاتت، برافو اتاك برافو ديفنس. شايفين تغيير يطلبه كوتش حاتم مملوك بخروج تالا ونزول خالد بديلا عنه، وتيرن اوفر جميل للنادي العربي، ولكن الهدوء وإعادة ضبط الأوراق للهجوم. عمر سك القوة وميروسلاف في الدفاع والريباوند والمتابعة جميلة جدا جدا من ويليام، والفولو باسكت ليصبح 18 السد 10 النادي العربي. 22 ثانية متبقية من زمن الفترة الأولى، محاولة من السد ميديم شوت وتنتهي بالريباوند من عمر سيك، وخالد في الهجوم كيك أوت ومحاولة للتصويب الثلاثية لكن قصيرة ما توصلش. الريباوند سداوي وهجمة من إيروس لديفن، ديفن للناصر وناصر لميروسلاف، برافو برافو الباص. خطأ شخصي يحصل ناصر على فاول، خطأ شخصي اول على خالد لاعب النادي العربي. تايم اوت يطلبه كوتش حاتم مملوك، يكلم لعيبته يظبط الاوراق الهجوميه والدفاعيه، وايضا كوتش مانوس. نروح لكباتننا سريعا ونرجع لكم، انتظرونا ما تروحوش في اي مكان. دي 44 ثانيه متبقيه على زمن الفتره الاولى.
عودة وإدخال الكرة من الإند لاين لنادي السد. ميروسلاف يبحث عن الوصول والدخول للسلة أو الباص، وفعلا كيك أوت ومحاولة ولناصر تنتهي بناصر ثلاثية. برافو ناصر، ناصر لاعب نادي السد رقم 42 يبدع ويحرز ثلاثية في وقت قاتل ليصعد بالفارق. وعمر السك بيحاول يوصل للسلة لكن الحظ ليس حليفك لسه يا عمر في الكرة اللي فاتت، والتيرن اوفر والفاست بريك تنتهي بآوت لصالح النادي العربي. السخونة في أرض الملعب والحماس عالي جدا أعزائي المشاهدين. 21 السد 10 النادي العربي، دقيقة و8 ثواني متبقية من زمن الفترة الأولى. محاولات العربي لتقليص الفارق والسد يحاول الحفاظ. بالتوفيق لكلا الفريقين. ثلاثية جميلة من خالد اللاعب رقم 25. النادي العربي يقلص الفارق 45 ثانية تقريبا متبقية. هنشوف عجب العجاب وميروسلاف والقوة والوصول للسلة والريباوند من عمر سيك والتيرن اوفر السريع والوصول والدانك الجميل. برافو برافو برافو. النادي العربي ينجح في تسجيل دانك جميل من اللاعب رقم 23 كيفن، ومحاولة للوصول والبلوك شوت. النادي العربي واخد توجيهات نارية، في حماس في الملعب غير عادي. 10 ثواني متبقية ويطلب تغيير كوتش حاتم مملوك بخروج خالد سليمان ونزول تالا في 10 ثواني الأخيرة. توجيهات وتعليمات من كوتش حاتم مملوك في الثواني الأخيرة. زي ما قلت لحضراتكم مباراة نارية هنشوف فيها كتير جدا، هنستمتع مع بعض ونشوف. ادخل الكرة لنادي السد 8 ثواني وبيبحث والوصول والفيك شوت والميديم شوت بنقطتين، نقطتين جمال ميديم شوت رائع يسجل في الثانية الأخيرة قبل صافرة انتهاء زمن الفترة الأولى. نادي السد ليصبح 15 العربي 23 السد. دقيقتين راحة ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا للفترة الثانية والثالثة والرابعة علشان نعرف مين الفائز اللي هيقابل الشمال يوم السبت في نهائي الدوري القطري للرجال. في رعاية الله وانتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان متابعي قناة الاتحاد القطري لكرة السلة. عودة وعشر دقائق جديدة لفترة تانية ما بين العربي والسد في الدور قبل النهائي. محاولات من العربي للوصول وتقليص الفارق وفاول على لاعب نادي السد فيصل وادخال الكره من الحد الجانبي وتوصل مع النادي العربي. محاوله للوصول والتسجيل وعمر سيك في الريباوند وميروسلاف القوه وعمر سيك الضخام والقوه ايضا وصفاره الحكم بجامب شوت ولكن الحيازه بالتداول ما بين الفريقين و شايفين كوتش حاتم مملوك بيلعب بريس طول الملعب مان تو مان. ميروسلاف توصل لإيروس شايفين ميروسلاف بيطلب الكرة على 3 بوينت وفعلا بتروح له ولكن بيشوط والريباوند لصالح نادي السد ايضا. محاولة للوصول ولكن لم يوفق في التسجيل ولكن يوفق في الريباوند ايضا ديفن. برافو ديفن. ايروس والتصويب لكن لم يوفق الريباوند عرباوي. محاولة للوصول والباص يهدي الملعب مرة ثانية يحاول بذكاء وقوة لعمر سيكفيل فول المتابعة الجميلة جدا ومحاولة الوصول من كيفن لم يوفق في التسجيل ولكن قدر يوصل الكرة لعمر سيك عن طريق الصدفة ويسجل نقطتين وتقليص الفارق للنادي العربي 17 والسد 23. 8 دقائق و10 ثواني اعزائي المشاهدين وتصويبة وناصر في الريباوند. برافو يا ناصر. وميروسلاف على الثلاثية لكن لم يوفق وناصر مرة ثانية في الريباوند. قلنا ناصر كتير اول ما نزل فعلا تغيير قوي جدا ومطلوب في ارض الملعب لصالح نادي السد. محاولة للتصويب والريباوند عرباوي والهجمة ومحاولة الوصول والكيك اوت لعمر سيك بالثلاثية لكن لم يوفق والريباوند سداوي عن طريق ديفن لإيروس. ديفن مرة ثانية إيروس والإنسايد باس يسجل فعلا. برافو ديفن والأسيست الجميل جدا من فيصل نبيل. برافو فيصل. برافو إدريس يا إيروس عفوا. هجمة عربوية خالد والباص والكيك اوت ومحاولة من خالد الوصول ولكن اوفنسيف فاول وخطأ على خالد يستوجب نادي السد الحصول على الكرة ويدخلها من الحد الجانبي. حكام الطاولة رافعين الخطأ الشخصي الثاني على فيصل. عفوا على خالد. على خالد الخطأ الشخصي الثاني على خالد. ميروسلاف والكرة والقوة والوصول للسلة لكن لم يوفق في التسجيل والريباوند عرباوي لخالد وخالد لعمر سيك وخطأ شخصي ينجح عمر سيك في الحصول على رميتين حرتين والخطأ الشخصي على فيصل نبيل. خطأ شخصي تاني. خطأ اثنين. خطأ شخصي على مصطفى عصام وأيضا على فيصل في النادي السد وخطأين لكلا من في النادي العربي لخالد
سليمان وخالد محمد. عمر سكو الرميتين الحرتين ينجح في الرميه الاولى. برافو. تقليص الفارق مطلوب في كل لحظه من النادي العربي للاستمراريه واستطاعته انه ينافس لاخر المباراه. برافو عمر سكي، سجل الرميه الثانيه. وشايفين مان تو مان بريس بطول الملعب، وعمر سك متاخر في الخلف علشان الهجوم الخاطف. ميروسلاف ونص الملعب، وبرافو النادي العربي، لكن تروح لميروسلاف مره ثانيه. ناصر باص اثنين توصل، وشايفين الكباتن بيقولوا شوت، وميروسلاف بالتصويبه الثلاثيه قبل انتهاء الزمن لفتره الهجوم لنادي السد، يسجل ثلاثيه جميله جدا 6 دقائق متبقيه من زمن الفتره الثانيه. تقدم سداوي على نظيره العرباوي، محاوله للوصول برشاقه وقوه وذكاء تنجح لكن لم يوفق، لم تنجح من كيفن لاعب النادي العربي. شايفين علامه كده بتهدئه الملعب لنادي السد. تمريره 2 توصل لميروسلاف، مفتاح الثلاثيات، مفتاح فارق النقاط. وشايفين لقطه جميله تنتهي بميروسلاف لكن لم يوفق، استعجل شويه. والريباوند من خالد سليمان لاعب النادي العربي، ومحاوله وعمر سكف عمل الستار وتوصل لخالد مره ثانيه. كيك اوت ويبحث عن عمر ثيك ويوصل بالقوه. برافو، وينجح في الحصول على خطأ شخصي ولكن لم يوفق في تسجيل النقطتين ليصبحوا نقطتين وخطأ شخصي برمية ممكن يكونوا 3 نقاط، وهذا ما يبحث عنه فكر المدرب واللاعب أيضا. عمر سك عمل خط فاول شوتينج ورميتين حرتين، خطأ شخصي تاني على لاعب نادي السد ميروسلاف. ينجح عمر سك، برافو، تسجيل الرمية الأولى وتقليص الفارق. 5 دقائق و3 ثواني متبقية من زمن الفترة الثانية. 28 للسد، والعربي يصبح 21. وشايفين تغيير بنزول مصطفى عصام وخروج بديلا عنه فيصل نبيل. 28 السد، 21 النادي العربي. الفارق ليس بكبير والكل يستطيع، ولكن المتعة من حقنا نتفرج ونستمتع. النادي العربي زي ما قلت لحضراتكم بيلعب مان بريس، خالد مع مصطفى، ومصطفى كيك اوت يوصل ويحاول. برافو، توصل لناصر تحت السلة، ومحاولة للدنك الجميل، و خطأ شخصي يحصل ناصر على رميتين حرتين. برافو ناصر، برافو الاسيست، والخطأ الشخصي الاول على ويليام. وناصر رميتين حرتين لم يوفق في الاولى. 4 دقائق و41 ثانية متبقية من زمن الفترة الثانية. ناصر لم ينجح في الرمية الثانية أيضا، والريباوند عرباوي، والهجمة عن طريق كيفن. كيفن باص ومحاولة للتصويبة الثلاثية ولكن تنتهي بباسكت جميل جدا من ويليام، بالمتابعة الجميلة للنادي العربي وتقليص الفارق. مصطفى ودبل تيم جميل جدا من النادي العربي. شايفين التغطية والمتابعة في الديفنس من النادي العربي. مصطفى والبحث، ناصر، ثلاثية جميلة من ناصر. برافو يا ناصر، يسجل ثلاثية ليصعد بالفارق مرة ثانية. 31 نادي السد، 23 العربي. ما زال الفارق للسد أي نعم، ولكن العربي يفعل الكثير. أوفنسيف فاول على لاعب النادي العربي ويليام، وتغيير من كوتش حاتم مملوك
وخروج عمر سك ونزول الحاج علي الرقم 13 هجمة سدوية. مصطفى باص والتفكير والانسايد باص ولكن ما توصلش لميروسلاف وترن اوفر ومرة تانية ترن اوفر مصطفى ومحاولة الوصول والبلوك شوت الجميل من ويليام برافو والفاست بريك والمحاولة والتسجيل من برافو من الحاج علي تسجيل نقطتين اول النزول ينجح في تسجيل نقطتين وتقليص الفارق 3 دقائق 5 ثواني متبقية من زمن الفترة الثانية ميروسلاف يبحث وتصل لديفن ميروسلاف مرة ثانية والباص الجميل لكن شايفين ناصر وقع على الأرض وبيطلب الفاول لكن قرار الحكم أقرب للكرة والآوت لصالح النادي العربي فرق 6 نقاط لصالح السد دقيقتين 53 ثانية. أعزائي المشاهدين في كل مكان النادي العربي أول ملاعب مان تو مان بريس الوضع اتغير فعلا وقدر يقلص الفارق وشايفين خطأ شخصي صفارة هنشوف على مصطفى ولا على ناصر فعلا على مصطفى خطأ شخصي ثالث مصطفى لاعب يعتمد عليه كوتش مانوس وجوده في الملعب مهم جدا وحصول على 3 أخطاء شخصية في وقت مبكر زي ده ممكن يجعل كوتش مانوس يفكر في بدائل إجبارية مضطرة خمسة وعشرين العربي 31 السد فعلا الفاول شايفين صفارة الفاول فعلا راحت ل 42 لميروسلاف عفوا لناصر آراء الحكام لسه بياخدوا القرار مناقشة ما بين الحكام وحكام الملعب وحكام الطاولة هنشوف القرار النهائي على ناصر ولا على مصطفى دقيقتين 39 ثانية التركيز والحماس والأعصاب المشدودة في الملعب واضحة جدا على كلا المدربين والفريقين وأيضا طاقم التحكيم الذي يدير المباراة بشكل جيد ولا أروع ولكن في بعض المواقف تصبح الأعصاب مشدودة زيادة عن اللزوم خطأ شخصي ثالث على مصطفى فعلا مصطفى عصام فودة ويجبر كوتش مانوس على تبديله وخروجه ونزول عبد الرحيم للملعب رقم 11 أعصاب مشدودة تركيز في الملعب مباراة فعلا قبل النهائي نفس مستوى النهائي ولكن هنشوف مين الفايز ان شاء الله اللي هيقابل الشمال يوم السبت نهائي الدوري القطري لكرة السلة للرجال هنشوف مع بعض محاولة للوصول والباص لكن تخبط وتطلع اوت وصفارة الحكم واشارته بتقول ان هي للنادي العربي خالد ومحاولة للتصويبة الثلاثية لكن لم ينجح كيفن والريباوند للسد إيروس والفيك شوت ومحاولة للوصول فينتريشن جميل لكن كاكاوت وتروح لإيروس لميروسلاف وميروسلاف والتصويب ومحاولة لكن خالد في الريباوند وهجمة عربوية والفاست بريك وتنتهي فعلا بباسكت جميل سريع للنادي العربي يجبر
كوتش مانوس على طلب تايم اوت يكلم لعيبته دقيقتين متبقيتين من زمن الفترة الثانية. أعزائي المشاهدين، مباراة قبل نهائي في مستوى النهائي، مباراة ممتعة ما بين السد والعربي. التقدم حتى الآن بأربع نقاط لنادي السد. هنشوف مدربنا ونسمعهم ونرجع لكم مرة ثانية، انتظرونا. عودة أعزائي المشاهدين بعد التايم اوت و دقيقتين متبقيتين من الزمن الفترة الثانية. هجمة للسد ومحاولة والبحث عن الثغرات وتحركات في الملعب جميلة من كلا الفريقين بصراحة، والمتعة والمشاهدة ولا أروع. ريباوند جميل جدا من خالد سليمان ويوصل سريعا، ومحاولات للبحث وخالد مرة تانية لخالد سليمان، والميديم شوت الجميل اللي ينجح ويسجل. برافو خالد. والفاول شايفين في صفارة فاول، وإشارة الحكم هنشوف قرار خطأ شخصي أول على اللاعب ديفن من نادي السد. دقيقة 27 ثانية متبقية، فارق باسكت نقطتين لصالح نادي السد، وتايم اوت اطلبه كوتش حاتم مبلوك هيكلم لعيبته. نروح لكباتننا ونرجع لكم مرة ثانية، انتظرونا. عودة بعد التايم اوت وتوجيهات كوتش مانوس وكوتش حاتم مملوك هنشوفها في الدقيقة 27 ثانية المتبقية من زمن الفترة الثانية. وفعلا قرار الحكم قبل التايم اوت بالصفارة لما قلت لحضراتكم، ورمية للحاج علي تجفيف أرضية الملعب لسلامة اللاعبين.
ينجح الحاج علي في إحراز الرمية الأولى، ولكن الخطأ يستوجب رميتين وفارق نقطة، والآن التعادل. برافو الحاج علي، يسجل رميتين والتعادل لكلا الفريقين، دقيقة 25 ثانية على زمن الفترة الثانية. ميروسلاف بيعدي الملعب والميس باس والتيرن اوفر الجميل من العربي عن طريق ويليام، ومحاولات والبحث والتصويبة من خالد، تنتهي ثلاثية جميلة. برافو خالد، برافو خالد، والتيرن اوفر مرة تانية لخالد، لكن المرة دي ما ينجحش. معلش يا خالد، هارد لك خالد محمد رشدي. وهجمة للسد، ميروسلاف يبحث وتصل لإيروس، نار في أرض الملعب، حماس ناري ومدرجات مشتعلة بالحماس والتشجيع، محاولة للوصول والفيك والباص، لكن الريباوند عرباوي، التقدم عرباوي. 24 ثانية، الكرة مع العربي، خالد سليمان لكيفن، 16 ثانية. شايفين توجيهات كوتش حاتم المملوك بره أرض الملعب، بيقول روح اتحرك وزع والعب صح. محاولة للوصول ولكن لم يوفق، وشايفين صافرة انتهاء زمن الفترة الثانية. لكن لسه فاضل 3 ثواني، هنشوف قرار حكمنا وهيستأنف اللعب. استكمال الثواني المتبقية من زمن الفترة الثانية، تقدم للعربي بعد تقدم مستمر لمدة فترتين. أعزائي المشاهدين، للسد أصبح الآن في ثواني قليلة، التقدم عرباوي وباص اتنين، ولكن يا راجل الصفارة، حدش قالك شوط. المهم إن احنا استمتعنا وفضلنا مستمتعين، وما زال الاستمتاع مستمر معنا ومعاكم أعزائي المشاهدين. لسه في فترة ثالثة ورابعة، وهنتفرج ونشوف، ولحظات قليلة وننتقل إليكم مع الاستوديو التحليلي، مع كوتش مصطفى حافظ والكوتش مصطفى عبد الباقي، وهنسمع آراء الاستوديو التحليلي. انتظرونا بعون الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صالة نادي الغرافة، وأحييكم مشاهدينا الكرام والتواصل عبر قناة الاتحاد القطري لكرة السلة ودوري الأفضلية والمباراة النهائية بين فريقي السد والعربي. ويسعدني ويشرفني بأكون بصحبة الكابتن مصطفى عبد الباقي مدرب نادي
الوكر. اهلا بيك كابتن مصطفى. احداث كتيره شفناها في الشوط الاول، بربعيه الاول والثاني، كلمنا كده عن العربي والسد بسرعه. والله انا يعني طبعا المباراه مباراه هامه جدا، و احنا ملاحظين ان الفريقين نازلين المباراه عاملين حساب لبعض كويس قوي، مذاكرين بعض، الفريقين بيلعبوا على المضمون. بدأ المباراه العربي بيحاول ان هو يلعب مان تو مان. في بدايه المباراه طبعا الفريق العربي ما كانش موفق في الدفاع، كان في مسافات بين اللعيبه، كان السد كان اكتر، يعني كان التكتيك بيتغلب على طريقه الديفنس للنادي العربي. النادي العربي قدر ان هو يغير من طريقه الدفاع ويطلع من المشكله اللي كانت عنده، ان هو وصل للسكور في الكوارتر الاول ل 23 15، وقدر يعوض بتغيير طريقه الدفاع بريس عن طريق الدفاع المنطقه المتقدم 1 2 1 1 الزون بريس من اول من ثلاث ارباع الملعب بالظبط. ونجح فيه جدا وقدر يتغلب بعد كده، والسكور وصل 34 31. فانا بصراحه شايف النادي العربي بدا يتقدم وبدا يدخل الجيم، ولكن برضه المباراه لسه في الملعب ولسه في كلام كتير. يعني كوتش مصطفى، الاستاتستكس فيها حاجات يعني كتير عايزين نتكلم فيها دلوقتي. لو مسكنا مثلا النادي العربي، تمام، عندنا دلوقتي العربي الفيلد جولز عنده 13 من 36 في علامة استفهام كبيرة على عمر سيك اللي هو اللعيب السنتر اللي عند العربي، عنده 8 تراي في الفيلد جولز، مسجل منهم 2 تراي بس. فكلمني عن عمر سيك لو حضرتك. طبعا اكيد شفت المباراة اللي فاتت، عمر سيك من المباراة اللي فاتت لسه ما فاقش لغاية دلوقتي. هو عمر سيك عليه علامة استفهام كبيرة، لان هو عمر من ضمن اللاعبين اللي هو بيحقق سكور، يعني متوسط سكور فوق ال 20 بول في كل جيم، لكن هو من المباراة الماضية وهو بعيد عن الفورم بتاعته. ايه الاسباب احنا ما بنعرفش، ولكن هو النهاردة بعيد جدا على الاداء. ولو حضرتك لاحظت معايا اثناء الجيم هنلاقي لما نزل الحاج في مكان عمر سيك اتغير اداء، يعني اتغير ريتم المباراة، اتغير، لان هو وصل نادي السد ان هو بدا يسيب عمر، فاللاعب فالديفنس كان سايب عمر والخمسه بيلعبوا على الاربعه التانيين، عمر كان بيشوط بيضيع من اي مكان، فبدا الديفنس يصعد عليه، فبقى في غلبيه ديفنس السد. لكن اول ما طلع عمر الحاج نزل بدا يهدد، بدا يجيب باسكت، بدا السكور يعلى، وانا شايف ان عمر مش في الفورم النهارده. وطبعا الكوتش حاتم موفق ان هو قدر يغيره، وان هو غيره ونزل مكانه الحاج، واعتقد ان التغيير ده هي ممكن يخلي عمر يعني يشوف الملعب من بره، ينزل بعدين باداء احسن ان شاء الله. يعني السد في الزون بريس اللي هو بيتلعب من ثلاث ارباع ملعب 1 2 1 1، ليه لغايه دلوقتي من وجهه نظرك ان هو مش قادر يضربه؟ او لو مثلا الكره عدت مثلا مره او مرتين من 4 5 تراي قدر العربي ان هو يستحوذ على الكوره ويسجل ويجيب الدرو جيم تاني بعد ما كان متاخر 8 بونت، ويطلع كمان 3 بونت على السد في نهايه الكوارتر التاني. والله يا دكتور احنا لو بصينا للسد، السد من بدايه الجيم خد ثقه في الاداء وفي تنفيذ التكتيك بتاعه، لدرجه انه بدا يعني الباصات الزياده يعني هو رايح يجيب باسكت بيباص اللي جاي من ورا بيبدا يشوط، فالثقه الزياده يعني اعتقد ان اللعيبه شويه الباسنج بتاعهم بدا التركيز فيه يقل شويه، وده السبب ان هو البريس نجح في معاهم، لان هو لو ركز نقل الملعب بالباص بالتاكيد مش هيحصل مشكله، وخصوصا ان هو عنده لعيبه كتيره يعني على مستوى عالي. فهو انا شايف ان هو بس يركز شويه، شايف ان هو يحاول بقدر الامكان ينقل الملعب بالباص. الترانزيشن اوفيس بتاعه ضعيف جدا، فاللعيبه بتبدا بتقف، وزون بريس هو لسه ما حاولش ينقل حتى الكوره. ال 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 على الناحيه الثانيه لو لقينا اللاعب كيفن هنلاقيه ان هو جلاوي بينقل الملعب، بينقل الملعب في الترانزيشن اوفنس عنده ثانيتين ثلاثه تلاقيه راح هناك. اي نعم، هو يعني طبعا احنا اتكلمنا ان هو مع الاسف الشديد هو خصم الباسكت، هو ما بيجيبش باسكت، هو بيروح بيضيع، ما يعني وده عكس اللي احنا يعني
احنا عارفين ان اللاعب ده لما كان بيلعب في الغرافه قبل وكان بيلعب في منتخب العراق وعنده خبرات كبيره جدا. اللاعب ده كان بيسجل سكور عالي. هو صعب ان هو يبقى بيلعب 20 دقيقه والسكور بتاعه باسكت صعب جدا. بس هو انا مش عارف، هو لعيب محترف. انت عارف طبعا برضو الدوري بتاعنا ليه برضو طبع خاص، ان برضو الاعتماد المدربين بيبقى على المحترفين بشكل كبير برضو بالزبط. بجانب المحليين، بس برضو المحترفين كخبرات وكناس برضو يعني بالظبط. فلما يبقى جالوي عند العربي جايب باسكت، لما يبقى 8 بونت بس عند عمر سيك يعني لا يعني 10 بونت من اصل 34 للاثنين محترفين، بعكس الناحيه الثانيه لنادي السد يعني بالزبط. عنده 21 عامل مباراه هايله جدا، ولو ان برضه هو سكوره قليل يعني هو جايب 4 بونت عنده. في حاجه كمان مهمه جدا برضه، ايوه مصطفى عصام كده في ترابل فاول عنده. مصطفى عصام جاب اول باسكت في المباراه وبعد كده خلاص. مصطفى عصام عنده ديفوهات بسيطه يعني هو برضه لو وقف عليها هو كلاعب هيحسن من مستواه كتير، يعني هو بيحتفظ بالكره كتير، بيحتفظ بالكره كتير جدا، فده بيساعد برضه العربي على الترابنج اللي بيعمله في الزون بريس. فمصطفى عصام برضه نقطه تحول، يعني هو مصطفى يعني سلاح ذو حدين، يا بيبقى عالي قوي قوي يا بيبقى هادي قوي قوي قوي، ما عندوش وسط. المشكله ان الدنيا عنده برضو الثلاثه فاول هيعملوا مشكله لكوتش مانوس. بالتاكيد هو حضرتك احنا لازم نقتنع تماما ان مصطفى خبرته قليله، هو لسه لاعب طالع يعني لسه ما عندوش الخبره الكافيه وخبرته دي يعني لو تلاحظ حضرتك اول فاول عمله امتى؟ عمل اول نقطتين في المباراه وبعديها عملها فاول اول دقيقه هو راح يوقف المباراه. طيب طبعا الفاول بتاعك اهم من تجيب باسكت، دخل لسه في بدايه الجيم. طيب فهو عمل فاول، لبس نفسه فاول في اول لحظه، فده يعني طبعا مع الماتشات مع تعليمات الكوتش مع الحاجات الا مصطفى يعني خامه يعني هتوصل يعني هيعمل حاجه ان شاء الله وهيبقى اضافه للمنتخب واضافه لفريقه. لو دلوقتي كوتش مانوس كان كسبان فرق 12 بوينت، بعد كده طالع الكوارتر الثاني خسران فرق 3، وتقريبا برضو حصل كده كلاش ما بينه وما بين حكام المباراه. هل تعتقد ان كوتش مانوس من الناحيه النفسيه في اللوكر روم دلوقتي هيقدر يتكلم مع لعيبته في ايه على اساس ان هم يبداوا يرجعوا تاني لحالتهم اللي بداوا عليها المباراه؟ والله انا اعتقد يعني ككوتش هو محافظ اللعيبه اوفنس كويس قوي، اللعيبه ديفنس نازل كويس، بس هي المشكله عنده اللي لازم يحلها جوه ازاي اضرب البريس. ازاي اضرب البريس؟ هو دلوقتي انا بيتضغط عليا زون بريس من اول الملعب، لو عرفت اضربه انا هعدي العرض هعديه بكتير، لان هو لو احنا بصينا بالستاتيك هنا هنلاقي ان نسب الفريق بتاعه سواء في التو شوت او في الثري شوت معديه العرض بكتير. احنا معديين كتير، السد معدي بكتير. لو حضرتك تلاحظ الماتش الاخير، حتى انا كنت هنا يعني في هنا الستاتيك بتاع الماتش اللي فات الماتش الثاني، هتلاقي في التو بوينت هتلاقي 40% العربي، هتلاقي 57% السد، في الثري بوينت هتلاقي 22% بس العربي، هتلاقي 34% السد. فهو حتى النهارده لما بدا مان السد كان ساقط شويه، يعني كان اللعيبه اللي مش شوطريه كان بيبدا ساقط وبيميل ناحيه اللعيبه اللي بتشوط، وده خلاه الى حد ما نجح في بدايه الجيم. لما لجا للزون ولعب 2 3 في نص شوط الكوارتر الثاني شويه اللعيبه اللي بتشوط راحت شاطت وبدا شويه يدخل، وخالد بدا يروح، ونزول الحاج بدا يعمل قلق، يعني بدا يعمل قلق تحت لان الحاج بيرمي جسمه على الباسكت وبيروح، وبالتالي عمل له قلق جوه. فانا اعتقد ان هو هيحاول ان هو يوقف اولا الزوب بريس، وهيحاول يبدا ينظم نفسه في الاوفنس شويه، نقله الملعب الترانزيشن الاوفنس عنده ضعيف جدا، لازم ينقل الملعب، لازم الملعب يديه بسرعه عشان يقدر يوصل للباسكت قبل ما هم يبداوا يبدا يعمل عليه ال 1 2 1 1. طب كوتش حاتم في اللوكر روم هيكلم لعيبته في ايه بعد الشوط الاول اللي لعبوه؟ اعتقد ان كوتش حاتم يعني نفس لعيبته فوق، اللعيبه دلوقتي هي اللي عليت جايه من تحت لفوق، فاللعيبه عليت، فهيبدا دلوقتي تشجيع اكتر على الزوم بريس في اوقات ممكن طبعا ما يبداش بيه في الاول، هيبدا يلعب في الاول عادي، بس المان تو مان ما حدش يشوط من بره. احنا عندنا اللعيب اللي هو ميرو، اللعيب ده جايب 3 بوينت، جايب كتير يعني جايب تقريبا 2 من 6 تقريبا، جايب 3 ميروسلاف جايب 2 من 6، هو توتال 3 بوينت 5 من 14 عند السد، منهم 2 من 6
وفي ناصر، ناصر رئيس جايب 2 من 3 بالظبط. فيعني هو هيحاول يضغط، يقول يقفله شويه في على اساس ان الشوط الاول ما كانش فيه ضغط كبير من النادي العربي على لعيبه السد، فكانوا بيلعبوا باريحيه كبيره. اللعيبه لو تلاحظ معايا دكتور ان هم النادي العربي مش شايفين بعض في الديفنس، يعني ما كانش فيه يعني في ما فيش كوميونيكيشن بينهم بعض، ما فيش لاعب بيكلم التاني جاي راح روح جاي، يعني ما فيش تواصل. يعني الكره بتتشاط فجاه واحد جه جنب التاني نبهه. عمر كان اللعيب بيلم من قدامه، بيلم من وراه، ويطلع يلم من جنبه، هو بيبص ويتفرج. طبعا ما فيش حد جنبه بينبهه، هو في نفس الوقت ما كانش اكتف النهارده. هل تعتقد كوتش حاتم هيكمل بالحج زي ما نهى بيه الكوارتر الثاني، ولا هيقعد الحج ويبدا بعمر سيك؟ والله انا يعني اعتقد ان الحج موفق، واعتقد ان هو شويه يكمل الملعب خفيف شويه. الملعب الملعب لما خفيف وبدا يعني بيضغط، وخصوصا الحج في البريس بيتحرك متحرك. عمر بيوقف مش قادر، ما بيجريش. فاعتقد لو هو ناوي على البريس يبقى لازم الحج يكون موجود. يعني لو هو ناوي يلعب بريس وبنات وتحركات لازم الحج يكون موجود، وهو موفق واحسن. هو عايز يكسب عمر، لازم وقت هينزله عشان يكسبه. فاكيد في الوقت اللي هيحس ان الملعب محتاج وقت معين هينزل عمر عشان يرجع ويديله فرصه ثانيه يمكن يرجع للمستوى. هل شايف البنش عند السد وعند العربي ليه تاثير على اللعيبه اللي في الملعب؟ والله انا شايف ان انا بتكلم البنش مش من ناحيه اللعيبه اللي بتنزل من البنش بتجيب سكور، انا بتكلم البنش من الناحيه النفسيه. يعني احنا شفنا مثلا في الشوط الاول البنش بتاع السد مهيج الملعب جدا جدا، فمدي حماس ومدي بوش لزمايلهم بعكس العربي. هي العربي فعلا البنش عنده كان مريح خالص. يعني مش عارف، يعني كان هما مش متفاعلين مع زميلهم في الملعب. فريق السد كان على العكس. انا شايف ان السد هو نازل عايز يكسب، نازل عايز يكسب، واللعيبه مش مشحونه نفسيا اكتر من النادي العربي مشحونين. فبس العربي انا شايف ان هو عنده فرصه كبيره جدا، بس لو حافظ على الاداء بتاعه في النواحي في الديفنس، في سواء في البريس سواء في المان تو مان، يعني لو حافظ عليه طبعا بالتاكيد هيقدر يوصل للنهايه. ولكن السد فرقه مش سهله جدا، وممكن في اي لحظه تعدي العرض. موافقني ان الماتش ممكن يفضل لغايه الاخر، ولا انت ممكن ليك راي ان في كفه هترجح كفه بالنسبه للفرقتين؟ والله حضرتك لا، انا الماتش لغايه الاخر هيبقى في الملعب. الماتشين اللي فاتوا السد والعربي الفرقه اللي كانت بتعلى اول الجيم كانت بتكمل وتكسب. يعني حضرتك في الماتش الاولاني العربي كان الماتش الاولاني العربي هو اللي كان راكب، والماتش الثاني الماتش الثاني السد كان راكب من الاول على اساس ان التشالنج عند السد اكتر في المباراه الثانيه، ان هو خلاص يا يكسب ويكمل المباراه الثالثه يخسر ويطلع بره. بالظبط. حتى كان في مصادفه برضه غريبه ان السد في المباراه الماضيه كان نفس الكوارتر، نفس كان 23 15 نفس الضربه 23 15 للسد. فهو السد والله يعني هو بس يعني يقدر يعدي مشكله، هو عنده عقبه واحده اللي هي البريس لو عارف يعديها متهيألي ان هو هيعمل شغل كويس. هنشوف الشوط الثاني هيصفر على ايه، وهنروح لاوفر تايم ولا لا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان تحليل للشوط الاول بربعيه الاول والثاني مع الدكتور مصطفى عبد الباقي مدرب نادي الوكره. هنروح سريعا لارض الملعب مع المباراه ما بين السد والعربي، مباراه مهمه جدا، شوط هيبقى هيحدد مين اللي هيوصل للمباراه النهائيه مع الشمال، ومين اللي هيوصل للمركز الثالث والرابع مع قطر. تابعونا ولا تذهبوا بعيدا، الميكروفون مع محمد سليم. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الاتحاد القطري لكرة السلة، ومباراة قبل النهائي نارية ما بين العرب والسد. الفايز هيقابل الشمالي في النهائي يوم السبت إن شاء الله. تقدم عرباوي بعد ما شفنا السد كان متقدم خلال الفترتين الأولى والثانية، وقدر العربي في الثواني الأخيرة من الفترة الثانية يسجل ويلعب مان بريس بطول الملعب، قلل الضغط الهجومي والكفاءة الهجومية عند نادي السد، وقدر إنه يتقدم 35 العربي 31 السد. 10 دقائق للفترة الثالثة من زمن الشوط الثاني، وهجمة جميلة فاست بريك وجيف أند جو للنادي العربي ما بين ويليام وخالد سليمان، وهجمة مع مصطفى عصام وصفارة خطأ شخصي على نادي السد، خطأ شخصي ثالث. عفوا على لاعب النادي العربي خالد محمد، خطأ شخصي ثالث وهجمة للسد. تمرير، محاولة توصل لميروسلاف والدبل تيم من العربي، والكيك اوت جميل بثلاثية جميلة جدا من ايروس يسجل 3 نقاط، وميروسلاف في الديفنس والميز باس وترن اوفر جميل لنادي السد، ولكن التركيز في الهجمة. وثلاثية مرة ثانية على التوالي اعزائي المشاهدين لنادي السد من ديفن المرة دي، والتقدم و ما زال العربي متقدم بنقطة واحدة، ولكن تقليص الفارق من صالح نادي السد، وهجمة عربوية والدفاع السداوي يقع في الخطأ، خطأ على إيروس، خطأ شخصي. الفاول الأول على إيروس، وهجمة عربوية لسه في الملعب، 10 ثواني متبقية على زمن الهجمة، ومحاولة من أسفل السلة ويعمل ريباوند لنفسه وينجح في التسجيل خالد سليمان اللاعب القوي الذكي في النادي العربي. مصطفى لديفن وإيروس، ديفن مرة تانية بيحاول ويلف ويشوط ويسجل سلة جميلة، برافو ديفن، يسجل في الثانية الأخيرة قبل صفارة انتهاء الهجمة ليصبح 38 السد، والتقدم للعربي بفارق نقطة 39. هجمة عربوية، محمد داود ومحاولة والوصول للسلة لكن لم ينجح، ويليام والريباوند الميروسلاف، والهجمة للسد. ديفن كيك اوت لإيروس، وإيروس والتصويبة الثلاثية، برافو برافو برافو، جميلة جدا من إيروس، ويصعد مرة تانية نادي السد بفارق نقطتين 41 مقابل 39. مباراة قبل نهائي جميلة جدا ممتعة، 6 دقائق 40 ثانية متبقية من زمن الفترة الثالثة، محاولة الخالد للوصول وينجح في التسجيل وسلة جميلة للنادي العربي، والتعادل للفريقين والهجمة سدوية. هنشوف مع بعض مين اللي هيلعب على النهائي يوم السبت، واللي هيلاعب نادي قطر على الثالث والرابع. بالتوفيق لكلا الفريقين. وميروسلاف محاولة لكن لم ينجح، والريباوند عرباوي، الحاج علي وتوصل والفاول، ولكن انكاونت الغاء السلة واحتساب الفاول. وادخال الكرة من الاند لاين، عفوا من الحد الجانبي للملعب، خالد
بيفكر يشوت ولكن ديفن معاه في الدفاع ويوصل. برافو 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 جميلة من كيفن، يسجل سلة جميلة بسرعة وذكاء ورشاقة في السد. 43 هنفضل نقول السكور، هنتعب مع بعض. سلة هنا وسلة هنا ولكن العربي يتقدم حاليا، ولكن هنشوف مع بعض. محاولة للوصول من ديفن وبلوك شوت جميل وتيرن اوفر سريع. برافو برافو يسجل كيفن. سلة للنادي العربي، خمس دقائق 15 ثانية تقريبا. مصطفى باص وصفارة فاول. هنشوف الفاول على كيفن لاعب النادي العربي. يتخذ الكرة من الاند لاين لنادي السد، توصل وتروح لديفن. ديفن كيك اوت لمصطفى اللي بياخد القرار الناجح الرائع اللي بيسجل بيه ثلاث نقاط ويصبح نادي السد 44 العربي 45. هجمة عربوية، محاولة والبنتريشن اللي لم يوفق بالتسجيل النقطتين و خطأ لمس الكرة بالقدم على النادي العربي و شايفين تغيير بيطلبه كوتش مانوس بنزول ناصر وخروج مصطفى. عصام سلامات يا مصطفى. شايفين بيطلب الإسعافات الأولية لإيده ورايح مرة تانية للاستبدال. مصطفى عصام فودة محاولة للوصول ولكن تنتهي بالميديم شوت الغير موفق والريباوند الموفق من نادي السد لديفن. ديفن وفترة فقرة جميلة من الكروس اوفر والمهارات الفردية تنتهي بآوت لصالح نادي السد. خالد في الدفاع بذكاء يلمس الكرة ويطلعها آوت. مصطفى نزل الملعب مرة تانية وتصويبة ثلاثية لكن لم يوفق والآوت لصالح النادي العربي. فرق نقطة واحدة للنادي العربي وأربع دقائق ست ثواني متبقية من زمن الفترة الثالثة. وكرة عربوية وبداية الهجمة مع كيفن. توصل لعمر سك كيك اوت مرة تانية عمر سك وتروح ومحاولة للوصول وينجح. برافو ويليام يسجل سلة بذكاء ورشاقة بعد كام تمريرة. العربي بيبحث عن الثغرات والمساحات اللي يقدر يوصل ويسجل السلة يضمن التسجيل وفعلا بيوصل وبينجح. ثلاثية محاولة من فيصل نبيل وميروسلاف لديفن وديفن يوصل بصورة جميل 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 ولا أحلى ولا أروع. وخطأ على كوتش مانوس صفارة اعتراض كوتش مانوس، هو كان بيشجع بس قبل التشجيع كان تقريبا بيعترض. ده أدى لحكمنا الدولي لإعطاء خطأ على كوتش مانوس. سبعة واربعين النادي العربي، أربعة واربعين نادي السد. تقدم بالثلاثية أو بثلاث نقاط للنادي العربي. محافظ وقدر يعمل كامباك للمباراة
ويوصل بالتقدم. كيفن ينجح في إحراز الرمية رمية وحيازة للنادي العربي، تقدم 4 نقاط للنادي العربي، 3 دقائق و12 ثانية متبقية من زمن الفترة الثالثة. هنشوف العربي هيعمل ايه. والسد محاولة وتنتهي بالتصويب ولكن لم يوفق كيفن، والريباوند للسد وديفن، والباص الطويلة لكن يلحقها ايروس، وديفن يحافظ على كورته. محاولة والمان تو مان القاتل من النادي العربي اللي شفنا انه قدر يعمل فارق وفعلا قدر ينجح. برافو دفاع النادي العربي، ويليام ينجح في الحصول على الكرة وقاوت على نادي السد، وهجمة عربوية. عمر سك والانسايد باس جميلة اللعبة، كرة جميلة جدا لكن الحظ ليس حليفك يا حاج علي. وريباوند ميروسلاف وهجمة للسد، محاولة من ديفن والشوطة جميلة جدا من ديفن، ميديام شوت، نقطتين يتعادل السد بهما، و 48-48 دقيقتين على زمن الفترة الثالثة والأولى من الشوط الثاني. ويرد عليه ميديام شوت جميل جدا كيفن، يسجل نقطتين، يحافظ العربي على التقدم والسيطرة على المباراة حتى الآن. زي ما حضراتكم شايفين متعة في الملعب، تشجيع للفريقين من دكة البدلاء والمدرجات. محاولة والبحث عن الانسايد باس وتوصل للثلاثية الجميلة جدا من خالد سليمان. خالد سليمان يسجل 3 نقاط في وقت جميل قاتل، يؤكد تقدم العربي ب 53-48، دقيقة و5 ثواني متبقية من زمن الفترة الثالثة. اللي هيتقدم في الفترة دي هيريح نفسه في الفترة الرابعة، ولكن عالم كرة السلة ليس له نهاية. وميديام شوت بنقطتين جميلة من إيروس، وتقليص الفارق 45 ثانية أخيرة من الفترة الثالثة. تمريرة واثنين للنادي العربي، بيدور على عمر سيك ولكن تدخل من ديفن وتطلع أوت للنادي العربي. شايفين تبديل يطلبه كوتش حاتم مملوك بنزول تالا وخروج الحاج علي، اوت لصالح النادي العربي. يوصل بذكاء وقوة، برافو ويليام، والاسيست باس من كيفن جميلة جدا، يحصل على خطأ شخصي ويليام، ورميتين حرتين والخطأ الشخصي على فيصل نبيل، خطأ شخصي ثالث. 34 ثانية ينجح في الرمية الأولى، برافو ويليام. والرمية الثانية هنشوف العربي هيعمل ايه. والسد 5 نقاط للعربي، 30 ثانية متبقية، والكرة مع مصطفى ونادي السد. 5 نقاط ميروسلاف وعمر سيك، وتطول والترن اوفر الجميل توصل لكيفن، وكيفن فاست بريك رائع، والكيك اوت يخلي الكرة يهدي الملعب. و5 ثواني وقرار التصويب، ولكن خطأ شخصي، فاول على ايروس، عفوا اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول فعلا، خطا على
لاعب النادي العربي وصافرة انتهاء الزمن الفترة الثالثة. اعزائي المشاهدين في كل مكان، تقدم للعربي بخمس نقاط، دقيقتين استراحة ونرجع لكم للفترة الرابعة ونشوف المباراة هتنتهي بايه ومين اللي هيوصل للنهائي ومين اللي هيلعب على الثالث والرابع. انتظرونا بعون الله. عودة أعزائي المشاهدين بعد 10 دقائق جديدة أخيرة وفترة رابعة ونهاية المباراة إن شاء الله، تقدم بالعربي وخمس نقاط فارق وفاول على عمر سيك لميروسلاف ورميتين حرتين لنادي السد، تقدم عرباوي حتى الآن بخمس نقاط وخطأ شخصي تاني فاول على عمر سك. ميروسلاف ورميتين الحرتين ينجح في الأولى، برافو ميروسلاف. ولم يوفق في الثانية، والريباوند عراوي لويليام وكيفن. تمريرة واثنين وتوصل مرة تانية، والميديام شوت الجميل، تصويبة جميلة من ويليام يسجل نقطتين للنادي العربي، ومصطفى يعدي نص الملعب وتالا في الدفاع. تمريرة لإيروس وميروسلاف وصفارة الفاول على عمر سيك وميروسلاف. ادخال الكرة وهجمة للسد، وإيروس، إيروس محاولة للحفاظ على الكرة، وميروسلاف وعمر سيك في الدفاع، والكيك هاوت لمصطفى والثلاثية، برافو يا مصطفى، ينجح في تسجيل ثلاث نقاط مصطفى قبل صفارة نهاية الهجمة ويقلص الفارق. لسه هنشوف كتير الفترة الرابعة، محاولة من أسفل السلة وينجح، برافو خالد سليمان في
احراز نقطتين وهجمه لديفن سدويه فرق 5 نقاط وديفن والكيك اوت وميروسلاف لمصطفى تالا في الدفاع ومصطفى بيبحث عن كيفن ولكن توصل السله الجميله عن طريق فيصل نبيل يسجل سله نقطتين ولا اروع في وقت جميل وتقليص الفارق وكيفن والوصول ولكن الدفاع السداوي ينجح في الوصول للكره والحصول عليها ايروس باونس باس لديفن والفاول برافو ديفن دبل جامب جميل قدر يحصل بيه على فاول ورميتين حرتين الاعصاب مشدوده والتركيز مطلوب رميتين حرتين وديفن على الفاول شوتينج 7 دقايق و41 ثانية هنشوف القوة والتركيز برافو ديفن يسجل الرمية الأولى ويقلص الفارق والرمية الثانية يا ديفن هتعمل ايه برافو ديفن يسجل الرمية الثانية كيفن يعدي الملعب ومصطفى عصام في الدفاع توصل لخالد سليمان و تروح للتصويبة الثلاثية لكن لم يوفق والريباوند من عمر سيك والمتابعة من كيفن يسجل ويحصل على رمية إضافية برافو رمية إضافية لكيفن وتسجيل نقطتين شايفين حكمنا بيشير برمية لنادي السد كوتش حاتم مملوك بيطلب التغيير وخروج عمر ستيك ونزول الحاج علي هنشوف كيفن والرمية الإضافية بعد تسجيل السلة والرمية الإضافية لم تحتسب الرمية الإضافية و هجمة للسد أعزائي المشاهدين 7 دقايق و10 ثواني على نهاية المباراة والفترة الرابعة وميروسلاف والكيك اوت لفيصل يبحث عن ديفن ولكن الاوت على دفاع النادي العربي وما زالت الكرة للسد وطلب تايم اوت كوتش مانوس المدير الفني لنادي السد هيكلم لاعبته 61 العربي 58 السد دقيقة نروح لكباتننا نسمعهم ونشوف التوجيهات ونرجع لكم مرة تانية انتظرونا لا
عودة أعزائي المشاهدين مرة تانية بعد التايم اوت اللي طلبه كوتش مانوس المدير الفني نادي السد ويكلم لاعبيه والتوجيهات والقرارات 6 دقايق و45 ثانية تقريبا على الزمن الفترة الرابعة والأخيرة للمباراة. هجمة للعربي كيفن محاولة للوصول وينجح في الانسايد باص الجميل جدا لويليام يسجل نقطتين سلة في نادي السد ليصبح الفارق ما زال الفارق للعربي 58 السد 63 العربي. ديفن ومحاولة الوصول ولكن الخطأ الشخصي على ويليام. خطأ شخصي أول عفوا على الحاج علي. ديفن لميروسلاف لإيروس ميروسلاف والوصول والكيك أوت ومصطفى ينجح في تسجيل الثلاثية اللي يقلص بها الفارق ويعود السد مرة تانية ويقترب فارق سلة واحدة فقط للنادي العربي. كيفن وخالد سليمان وجزء من المهارة ينتهي بالوصول ولكن فاول ورميتين حرتين. برافو خالد. خطأ شخصي تاني على ديفن لاعب نادي السد يستوجب رميتين حرتين لخالد سليمان والرمية الأولى. برافو خالد ينجح في الرمية الأولى ليصبح الفارق 3 نقاط والرمية الثانية هنشوف. برافو خالد يسجل الرمية الثانية وتبديل بخروج الحاج علي ونزول عمر سك وهجمة للسد. مصطفى لديفن ومصطفى مرة تانية يعدي نص الملعب تحركات وديفن والدفاع الجميل جدا من كيفن رقم 23 بالزي الأحمر لاعب النادي العربي وستيل رائع وتطلع اوت على نادي السد وهجمه عربويه ويتالا بلاي ميكر باص محاوله والبحث والتصويب ولكن لم يوفق والريباوند والجمال. الله 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 الله, الله. لعبها خالد سليمان عمل فولو جميل ومتابعة الحاج علي عفوا ويليام ميروسلاف ومحاولة للوصول لإيروس والستار من ميروسلاف لإيروس علشان يشوت ولكن عمر سك في الدفاع والريباوند. كيفن 6 نقاط للنادي العربي 4 دقائق 35 ثانية
كيفن باص اثنين توصل لثلاث محاولة ويبحث ولكن التصويب من خالد سليمان لم يوفق والترن اوفر توصل لميروسلاف يسجل ثلاث نقاط مدفع الثلاثيات مدفع النقاط ميروسلاف مفتاح النجاح وتقليص الفارق في الفترة الأخيرة أربع دقائق وما زال التقدم للعربي بثلاث نقاط وعمر سيك في الريباوند ولكن توصل لميروسلاف فيصل لمصطفى مصطفى لميروسلاف يحاول يلعب ويوصل وإنسايد باز جميل جدا برافو فيصل نبيل يوصل للسلة بسهولة جدا وذكاء وأسيست رائع يحصل على فاول وأربع أخطاء شخصية على لاعب عمر سيك لاعب النادي العربي رقم 14 لم ينجح في الرمية الأولى فيصل برافو فيصل ينجح في إحراز الرمية الثانية وتقليص الفارق لسلة واحدة فقط للنادي العربي كيفن يعدي نص الملعب بيبحث عن زمايله توصل كيفن مرة تانية والباس والبلوك شوت الجميل من ميروسلاف المباراة جميلة جدا حماسية جدا الاتاك مع السد مصطفى الديفن توجيهات كوتش مانوس وحاتم مملوك من بره الملعب والاثنين واقفين على اعصابهم كان الله في العون وديفن ينجح بذكاء بالفيك شوت يحصل على فاول وفعلا ينجح في تسجيل نقطتين وسله جميله من الميديم شوت رائع خطا شخصي ثالث على ويليام وذكاء ديفن والخبره الكبيره ينجح ايضا في تسجيل النقطه الثالثه برافو سلة بنقطتين ورمية إضافية بنقطة ثلاث نقاط بذكاء ديفن وصعود نادي السد بفارق نقطة 68 نادي السد 67 العربي هنشوف المباراة هتودينا على فين نادي السد والعربي كبار من الكبار اللي بيلعبوا في الدوري القطري لكرة السلة مستمتعين ومنتظرين صفارة نهاية المباراة ومحاولة وتوصل برافو برافو من إيروس يسجل يوصل للسلة من ستيل جميل جدا يتقدم السد بثلاث نقاط وشفنا صفارة لحكمنا قبل التايم اوت او طلب التايم اوت وبعد الصفارة وتيح التايم اوت انتظرونا دقيقة أو أقل من دقيقة إن شاء الله نروح لمدربينا نسمعهم ونرجع لكم مرة تانية انتظرونا عودة أعزائي المشاهدين هجمة للعربي
67 العربي، 70 السد، السد متقدم بثلاث نقاط. توجيهات وتغييرات وتبديلات ومحاولات من الفريقين وكابتننا كابتن حاتم مملوك وكوتش مانوس، وحنشوف مع نهاية المباراة مين اللي حيلعب على الأول والثاني ومين اللي حيلعب مع نادي قطر على الثالث والرابع. خطأ شخصي ثالث على لاعب نادي السد ديفن، كرة عربوية ميديم شوت جميل لكن السيارة ما توصلش، والريباوند جميل جدا من ويليام، والمحاولة من خالد سليمان في التصويب والمتابعة من ويليام والتسجيل. فيصل لمصطفى والدفاع العربي وتنجح ويوصل في الستيل يا راجل يا الله يا الله، الملعب كله بيقول يا فعلا يا الوقت ده ما فيش حاجة تضيع. معلش، بالتوفيق للفريقين. ميروسلاف تحت سلة العربي ولكن الريباوند من كيفن ولم ينجح ميروسلاف في التسجيل، وفرق نقطة واحدة، نقطة واحدة فقط لنادي السد. هنشوف العربي والسد هيوصلوا لمين النهائي. برافو، ينجح ويليام في تسجيل ثلاثية جميلة جدا ويتقدم بنقطتين على نادي السد. دقيقة و23 ثانية متبقية، الأصوات في المدرجات تشتعل والحماس في الملعب موجود. يوصل ديفن بذكاء ويحصل على رميتين حرتين وخطأ شخصي على ويليام، خطأ شخصي رابع على ويليام. دقيقة و15 ثانية، ديفن ينجح في الرمية الأولى. برافو ديفن، فرق نقطة لنادي العربي، لو جابها هيتعادلوا. تمام، جابها فعلا، برافو ديفن، التعادل علشان المباراة تفضل مشتعلة. هي مشتعلة لكن الاستمرارية والحماس في الملعب مطلوبة. كيفن يوصل ويصوب ولكن عايز الفاول، ما فيش فاول، والكرة توصل مرة تانية للعربي. محاولة والحفاظ على الكرة والتصويبة، القرار البديل لخالد سليمان. وشايفين تايم اوت 46 ثانية أخيرة من زمن المباراة، التعادل لكلا الفريقين، مباراة قبل نهائي في كفاءة النهائي. من وجهة نظري المتواضعة ان نادي السد ونادي العربي فريقين كبار جدا، الاتنين قدروا يوصلوا لاخر دقيقة والتعادل لكلا الفريقين، ده يدل على القوة في الأداء والتركيز من المدربين واللاعبين. عودة 46 ثانية أخيرة وثلاث أجزاء من الثانية، التعادل للعربي والسد. مباراة جميلة جدا، هنشوف مين اللي هيقدر يفصل قبل انتهاء صفارة المباراة والتوقيت. ديفن ومحاولة
والوصول ولم يوفق، وميروسلاف في الريباوند والكيك اوت لمصطفى وتعلو الشوت، لكن صفرت نهايه الهجمه. وهجمه للعربي 31 ثانيه، هنشوف مين يقدر يسجل وينهي المباراه ولا هنروح لوقت اضافي وزياده في المتعه. طبعا الوقت الاضافي، ولكن هنشوف كره مع كيفن والنادي العربي، والدفاع السد يحاول يحافظ على الباسكت تالا، والكيك اوت لكيفن بالثلاثيه لكن لم يوفق، وديفن في الريباوند، وشايفين كله بيقول له عدي وشوط 5 ثواني، يلا يا ديفن هتعمل ايه يا ديفن، لم يوفق. والمتابعه اعزائي المشاهدين ايضا الغير موفقه من ميروسلاف فعلا تنهي المباراه للتعادل، وهستوجب وقت اضافي وهنروح لوقت اضافي مع بعضينا بعد استراحة قصيرة جدا. توجيهات الكباتن والأخطاء الشخصية هيكون ليها دور. النادي العربي عمر سيك 4 فاول، وويليام أيضا 4 فاول في فريق النادي العربي، ونادي السد في فيصل نبيل 4 فاول والباقي ما بين 3 فاول زي مصطفى. و ديفن وايضا ميروسلاف. نروح لكباتنا نسمعهم ونرجع لكم مره ثانيه، انتظروا. عودة أعزائي المشاهدين، و5 دقائق وقت إضافي للمباراة النارية ما بين السد والعربي، وانتهت بالتعادل في ال4 فترات الأساسية وقت المباراة. الاثنين قادرين إن هم يمتعونا فعلا، وحنشوف مين هيوصل للنهائي مع الشمال، مين هيلعب على الثالث والرابع مع نادي قطر. مصطفى لديفن، مصطفى مرة ثانية، والدفاع خالد لميروسلاف لديفن، وتطول وتطلع اوت، برافو ويليام دفاع النادي العربي. كيفن بيقول لزمايله او بيكلمهم، خالد محاولة للوصول لكن كيفن
ويصوب ويسجل نقطتين. برافو كيفن، ويتقدم العربي بنقطتين. سلة وحيدة حتى الآن، 3 دقائق و50 ثانية عدوا عفوا متبقية من زمن الوقت الإضافي. ديفن وتصويبة جميلة من إيروس يسجل 3 نقاط. برافو إيروس، برافو نادي السد، وبرافو النادي العربي. الحالة البدنية ما شاء الله قادرين يكملوا حتى الوقت الإضافي، وهو ده اللي دايما الكباتن بيدعموه في الفريق فترات التدريب وفترة الإعداد الموسمية. كرة جامب شوت والحيازة لنادي السد. مصطفى بلاي ميكر نادي السد لفيصل، ولكن برافو الستيل من الحاج علي، ويوصل للسلة ويسجل بنفسه. هو اللي عمل الستيل وهو اللي سجل. برافو الحاج علي. 2:50 متبقية. توجيهات كوتش حاتم مملوك خارج من برا الملعب. الديفنس والتغطية ومصطفى محاولة كده للتصويب لكن لم يوفق. تقدم عرباوي بنقطتين. خالد والمحاولة للوصول ولكن توصل وتطلع اوت على ويليام لاعب النادي العربي. كرة سدوية، ايروس في ادخال الكرة ومصطفى في تعدية الملعب. ايروس دفاع النادي العربي مان تو مان، وايروس ومحاولة الوصول وصفارة الفاول على النادي العربي. الفاول على خالد سليمان، خطأ شخصي ثالث. لسه في الأمان يا خالد حتى الآن. إيروس ينجح في إحراز الرمية الأولى. برافو. 65 السد، 76 الرمية الثانية. تعادل فعلا يسجل إيروس. برافو إيروس، يتعادل السد مع العربي. 2 من متبقيتين من زمن الفترة الإضافية. كيفن، خالد بيحاول وبيوصل والوصول فعلا وينجح، لكن يقع في خطأ المشي بالكرة الحاج علي. وتبديل من كوتش حاتم مملوك، شايفين بيطلب تغيير الحاج علي ونزول تالا للملعب. كرة لصالح نادي السد. إيروس وإدخال الكرة للملعب من الإند لاين. إيروس يعدي الملعب. التعادل ما زال قائم حتى الآن. سلة هنا وسلة هنا، لكن حاليا التعادل. إيروس ينجح في التقدم بثلاثية جميلة ويخلصنا من كلمة التعادل اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، لكن هنشوف. سلة جميلة لعمر سك وان مور. هنروح للتعادل مرة تانية، وخطأ شخصي رابع على لاعب نادي السد رقم 34 ميروسلاف. عمر سك والرمية الإضافية. العربي لم ينجح. عمر سك تقدم بنقطة واحدة لنادي السد. مصطفى والأعصاب والتركيز
والارشادات من برا الملعب من المدربين ديفن لفيصل والفيك والمحاوله للوصول وينجح في الحفاظ على كرته، لكن الريباوند من كيفن وكيفن والدانك، لكن البلوك شوت متابعه واثنين والثالثه تيجي سله. برافو 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 ويليام، متابعه واثنين وثلاثه خالد سليمان، والمتابعه من ويليام تنتهي بالتسجيل وحصول خالد سليمان على رمية إضافية بعد إحراز السلة وخطأ شخصي الرابع على مصطفى لاعب نادي السد وتسجيل الرمية الإضافية. برافو خالد سليمان لاعب النادي العربي، يتقدم العربي بسلة 44 ثانية. هجمة للسد مصطفى ومحاولة ولكن خطأ حمل الكرة يشير إليه حكامنا وتروح الكرة للنادي العربي 38 ثانية وتقدم عرباوي 81 مقابل السد 79، تقدم بسلة 30 ثانية من زمن الوقت الإضافي المتبقية. كيفن والتركيز والوصول وتسجيل السلة، برافو كيفن. تايم اوت يطلبه كوتش مانوس المدير الفني لنادي السد، 20 ثانية متبقية، 4 نقاط فارق للنادي العربي. يا ترى هتعمل ايه كوتش مانوس وكوتش حاتم مملوك التوجيهات؟ هنروح لكباتننا نسمعهم وانتظرونا، 20 ثانية متبقية نارية. عودة وأربع نقاط فارق للنادي العربي، 83 العربي 79 السد، 20 ثانية متبقية وأخيرة من زمن الفترة الإضافية. هجمة مع نادي السد، ديفن مصطفى، دفاع مان تو مان من النادي العربي، إيرس لمصطفى مرة تانية والوصول والتسجيل من مصطفى، ينجح في تسجيل سلة جميلة في وقت صعب جدا ووقت مستقطع يطلبه كوتش حاتم مملوك المدير الفني للنادي العربي. 11 ثانية وتقدم السلة للنادي العربي، 11 ثانية تفصلنا والله أعلم. لو في تعادل مرة تانية هنشوف فرق سلة للنادي العربي و11 ثانية متبقية، توجيهات وإرشادات المدربين في أرض الملعب. الهجمة مع النادي العربي، هيلعب على زمن المباراة أو زمن الهجمة، السد مش هيديله فرصة، الله أعلم، هنشوف مع بعض.
عودة للملعب وهجمة عربوية، ويليام في إدخال الكرة لكيفن، وخطأ خامس على مصطفى، وشايفين حكمنا بيستدل بالشاشة لاتخاذ القرار الصائب. حداشر ثانية تقدم عراوي بسلة، الحيازة للنادي العربي، ولكن هنشوف في فاول ولا لا. هنشوف قرار الحكم بعد الاستدلال بالفار، وفعلا قرار صائب وخطأ شخصي أول، عفوا خطأ شخصي خامس على مصطفى، وقرار الخروج من الملعب للحصول على خمس أخطاء شخصية، ونزول ناصر للملعب، فاول كيفن في التصويب، والتقدم بسلة للنادي العربي. ينجح كيفن، برافو كيفن، يسجل الرمية الأولى، والتقدم بثلاث نقاط للنادي العربي، وأيضا يسجل الثانية، والتقدم بأربع نقاط للنادي العربي. لسه 11 ثانية، ولكن هنشوف العربي والسد هيوصلوا لإيه. الحيازة مع العربي، نقدر نقول مبروك للعربي. هنشوف فارق أربع نقاط وفاول لصالح النادي العربي لعمر سيك في التصويب، رميتين حرتين وخطأ شخصي تاني على إيروس. لو جابهم خلاص مبروك، مبروك النادي العربي، ينجح عمر سيك في إحراز الرمية الأولى ليصبح الفارق خمس نقاط، وأيضا الرمية الثانية، برافو عمر سيك، الفارق ست نقاط، سبع ثواني. إيروس ومحاولة ميروسلاف في التصويب، ولكن نقدر نقول فعلا خلاص مبروك النادي العربي الوصول للنهائي مع نادي الشمال يوم السبت إن شاء الله. وأيضا نادي السد هيلاعب نادي قطر على الثالث والرابع، مبروك النادي العربي، هارد لك لنادي السد، مباراة جميلة جدا وأداء طيب من الفريقين. لحظات وننتقل للسند التحليلي مع كابتن مصطفى عبد الباقي وكابتن مصطفى حافظ، والتعليق على أهم لحظات المباراة. وشكرا، كان معكم محمد سليم في البث الصوتي، شكرا، وإلى أن نلقاكم في مباراة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عودنا مرة ثانية أعزائي المشاهدين، ألف مبروك نادي العربي في النهائي مع نادي الشمال، هارد لك لنادي السد على المركز الثالث والرابع مع نادي قطر، كل التوفيق في المباراة النهائية للفريقين. كابتن مصطفى محروس، سريعا كده تحليلك للشوط الثاني والمباراة والأوفر تايم. طبعا الفريق العربي نزل الكوارتر الثالث نزل الكوارتر الثالث، وهو طبعا الدفعه اللي خدها في الكوارتر الاول والثاني لما بدا لحق السد وكان بيالا كمل
طبعا في بدايه الكوارتر لاعب زون تدارك الموقف بسرعه ورجع مان تاني، فالامور بدات ترجع لمكانها وبدا يعلى على الفريق السد. فريق السد يعني هو تاخر شويه في نقل الملعب والديفنس اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فرقه السد نقلتها للملعب نقله بطيئه، يعني ترانزيشن اوفيس عنده ضعيف جدا. فرقه العربي استغلت اللاعب البوينت جارد عنده، طبعا هو في الكوارتر الاول والثاني ما كانش بيسجل، الثالث والرابع بدا يروح وبدا يسجل، وده كان نقطه تحول بالنسبه للعربي. فرقه العربي ادت وعندهم خبرات كبيره دفعتهم في الكوارتر الثالث والرابع، الخبرات بدا يشتغل. في الاول احنا كان ويليام ما كانش السكور بتاعه، يعني كان حاطط تقريبا في الكوارتر الاول والثاني 4 بوند وصل 18 بوند. ده دليل هو كان نقطه تحول للشوط الثاني خالص للعربي. البيز لاين كان رايح، يعني سجل كتير قوي، وكان في اوقات حرجه حتى 3 بوينت كانت تحول في الجيم اللي شاطها من ناحيه الشمال. طبعا نقدر نقول فرقه العربي خبراته السابقه طبعا هو كبطل الدوري والكاس يعني فرق معاه كتير جدا، فطبعا نقول مبروك للعربي. والسد هارد لك، انا يعني ادى مباراه كويسه ولكن العربي كان الافضليه دي. يعني احنا نسينا نبارك لك على المركز الثالث في دوري الناشئين، كابتن مصطفى عبد الباقي حصل على المركز الثالث والميداليه البرونزيه في دوري الناشئين. ممكن تكلمني كده سريعا تجهيزات الفريق الاول لكاس قطر؟ والله الفريق الاول الحمد لله طبعا شغال دلوقتي، و طبعا غير لعيبه المحترفين، و يعني في بدا في فتره الاعداد والمباريات الوديه وكده، وان شاء الله يعني نتعشى ان شاء الله